توقيف الشباب الثلاثة 7 أيام وبعد تداول طلب الشرطة في محكمة الصلح في القدس. المحكمة رفضت طلب الشرطة تمديد توقيفهم وقررت الإفراج عنهم بشروط مقيدة، منها الحبس المنزلي كل واحد في بيته مدة 7 أيام، طبعا في هناك تخفيف في فترة العيد. الشرطة طلبت تجميد قرار الإفراج حتى تفحص إمكانية الاستئناف على القرار. المحكمة جمدت قرار الإفراج حتى يوم غد الساعة 11 صباحا. إذا قدمت الشرطة استئناف على قرار الإفراج سيتم تداول الاستئناف في المحكمة المركزية في القدس حوالي الساعة 11 صباحا. إذا لم تقدم الاستئناف سيتم الإفراج عنهم بالشروط المذكورة. شكرا لك.